السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى يلقاكم بخير وعلى خير إن شاء الله. الوصفة اليوم عبارة عن براسو خيطانو. حنا في تطوان كنقولو له براسو خيطانو، وهو الغاتو بولي أو البيش تخاديسيونيل، يعني هادو ثلاثة الأسماء ديالو، سواء براسو خيطانو ولا غاتو بولي ولا بيش تخاديسيونيل. هذه أسهل طريقة من لابيش، أسهل طريقة، وأنا جبتكم وأنا وعدتكم غنبدا بالوصفات اللي هي بسيطة وسهلة واقتصادية وموجودة في أي دار. المبدأ ديالنا حاليا وجبت لكم طريقة مبسطة، والعبار عبرت لكم في الكاس باش نرضي جميع الأطراف، يعني باش كل شيء اللي ما عندوش ميزان غيقدر يعملها. ايوا نبداو على بركه الله ان شاء الله. بسم الله. عندنا هنايا ثلاثه البيضات، عندنا كاس الدقيق وكاس لارب سكر، هادشي اللي فيها، ما فيها حتى شي حاجه، سهله. نبداو بسم الله. نضيفو السكر، كاس لارد السكر، وغنخدموه مزيان بالباتور، غنخدموه مزيان بالباتور الكتريك. دابا غنضيفو الدقيق. ديال لاكريم اللي غنعملوها نتاك الجينواس، غنستعمل لاكريم عادية. كل واحد عندي لاكريم، لاكريم زينين وفيهم مقادير زايدة، مقادير شويش مكلفة. من بعد نبداو نعملوهم ان شاء الله، وخص يكون عندنا الجراماج مضبوط بالنسبة للناس اللي ما عندهم شي ميزان. وهذا غنبداو بالساهل، ابسط حاجة وحنا ماشيين. عندنا جوج كيسان د الحليب، كريم باتيسير، جوج معالق كبارين كريم باتيسير او مايسينا نشا، جوج معالق. عندنا جوج معالق ديال السكر ماشي عامرين ممسوحين، وعندنا سكر فاني. وغادي نعملو لا كريم. سكر فاني، غادي نخلطو مزيان باش ما يتكورناش هاديك بودغ كريم باتيسيير.
او النشا. انا غنعملها عاديه. كاين اللي غيبغي مني نجي غادي ندهنها غنقول لكم بغيتو تدهنوها باش ما بغيتو. ونديها فوق النار حتى طيب بحال اللي عملنا انا اخر هذيك النوبه مع التحريك. ما غنوقفوش يدنا من التحريك حتى تعقد ونرجعو نتلقاو. صافي ها الكريمه. انا قلت لكم ما توقفوش يدكم ما حتاش نعمل كريم اونغليز بالبيض ولا من غا بودغ د كريم باتيسري والسكر الفاني والحليب. هيا غادي نخويها هنايا باش تبرد باش نقدر نستعملها. ما غنعملها لا زبده لا والو ماشي بحال كريمه عاديه حتى انا نوريكم الطريقه العاديه. بلاستيك الغذائي باش يحميها ما تعملناش داك القشره اللي قاصحه حيت الحليب كيعمل قشره د بحال وجه من الوجه مع ديك الكريمه كترجع يابسه من الوجه. ما نقدروش نستغلو ديك الاولاني خصنا نزولوه عاد نبداو. مهم خصها ضروري تلامس السطح ديال الكريمه. صافي نخليوها تبرد من برا ولا دابا الحراره حتى تبرد شويه عند ندخلوها للثلاجه. ما يمكنش ندخلوا حاجه سخونه للثلاجه مباشره حتى تدفى وندخلها للثلاجه. نوريكم الطريقه ده. هذه هي جينواز ديالنا. انا نورمالمون كنعملها الكادر باش كتجيني قياس كامله قد بعضها. ما بغيتش باش ما نعكزكمش باش ما تعكزوش تقولوا انا ما عنديش لو كادغ عليها ما غتخرج ليش عليها. استعملتها بطرق بسيطه باش يقدر اي واحد فيكم يعدلها وما يعكزش عليها. المهم لكن قلبه شتو ما كتلصقش الصغار خاطر معاها. غادي نشبرو الماء يكون طيب عندكم وبارد. انا استعملت الماد مية معدنية وعملوا معها ساشي فاني. انا عنديش ساشي فاني غنعمل هذا الفاني هذا ماشي باش نعكزكم حيت هو اللي متوفر عندي دابا. غنعمل هاد فاني في الماء ساشي فاني او فاني بودغ اللي عندكم ولا هذا الا متوفر عندكم. مهم يكون فاني باش تعطي لوكو. غادي بوسكا شويش نحس بها بزكت كاملة. صافي ها بقى فيها ما كملتها شي.
غادي نجيبو دابا هادي معلقه ديال لاباتا شوكولا الدهن اللي كندهنو ما نقدرش نقول لا مارك ديالها معروفه اي واحد يعمل اللي بغى انا بعد خاطر صراحه ربي حنا ملي كنعملها ونكون خصني غير الكوتي داغيا كنعمل لا كونفيتور فريز ولا مشمش ولا المهم اي كونفيتور متوفر عليها كندهنها لا وكروليها. اليوم بغيت نعملها هيدا وصافي. انا هذه اختياريه ماشي ضروري كنعملو الكريمه غنعملها فوق داك الشوكولا. انا قلت لكم هذه اختياريه تقدروا تستغناو عليها غاب تعملوا غا كونفيتور وها هي واجده عندكم. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا وتشاركوا معايا الوصفات ديالكم وما تنساوش لي لايك. والناس اللي عاد غيدخلوا يتفرجوا فيديو جدادين اللي دخلوا يتفرجوا فيديو ديالي ما ينساوش يتابوناو عندي ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما جديد. شكرا الى فيديو المقبل ان شاء الله.